أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية المتواصلة على قناة المغاربية. إذن للجمعة 50 الجزائريون يخرجون بقوة، للمرة 50 يخرجون بنفس العزيمة بنفس الإصرار لإيصال مطلبهم الأساسي، وهو رحيل جميع رموز المنظومة رغم محاولات سلطة الأمر الواقع فرض أمر يرفضه الشعب الجزائري بعد 12 ديسمبر. محاولات كثيرة من النظام لمحاولة كسر الحراك أو مناورات لكسر الحراك، لكن الظاهر أن الجزائريون بوعيهم كما يقول الكثير من المراقبين نجحوا حتى الآن لكسر هذه المناورات وعدم سقوط في هذا الفخ للنظام، كما يقول الفخ لمحاولة كسر أو محاولة الأقل فشل هذا الحراك. لكن الجزائريون بوعيهم تمكنوا حتى الآن كما قلت في اجتياز جميع الامتحانات، اجتياز جميع المناورات، ومازال كما يؤكد الناشطون أن الحراك في أوجهه ومازال يسير ومازال مستمر في نفس المنوال في نفس الطريقة حتى إسقاط هذا النظام كما يؤكده كما قلت يؤكده الكثير من النشطاء. أعزائي المشاهدين، اليوم في هذه الحصة نعود إلى الجمعة 50 البارحة وماذا كيف يقيمون الجمعة هذه بعض الضيوف الكرام، سوف نتصل بهم، سوف يكونوا معنا وما يعطونا رأيهم في هذه الجمعة، وثاني خاصة فيما يمكن أن نتوقعه في الأيام الأشهر الأسابيع الجاية إن شاء الله، خاصة أننا داخلين في السنة الثانية قريب نغلق السنة الأولى من هذا الحراك المبارك، وسوف نعود إلى جميع هذه المسائل مع ضيوفنا الكرام. ومعنا من تيزي وزو ناشط الحقوقي أستاذ حميد دراج. سي حميد، السلام عليكم. الزوف لك. السلام عليكم أخي سليم. الزوف لون الزلوك في تابعنا القناة المغربية، الزلوك في الشعب الجزائر أما هذه برات مرتبط داخل تموت. إذن أحيي كل الشعب الجزائري سواء كان داخل البلاد أو خارج البلاد. مرحبا بك، شكرا جزيلا. معنا ثاني من الجزائر الأمين الوطني عن حزب الأفافاس أستاذ عبوبو يوغرطا. سي يوغرطا، السلام عليكم. الزوف لك. عليكم السلام ورحمة الله. الزول في الأول، مرحبا بك يا سي يوغرطا. أولا نبدأ بك أستاذ يوغرطا، حبيت نسمع رأيك فيما يخص الجمعة 50، تقييمك كيفاش فات. ربما على بال أنت كنت في تيزي وزو، البعض يقول أن تيزي وزو لا تمثل جميع التراب الوطني، لو تعطينا تقييمك عامة حول الحراك على كامل التراب الوطني. لا أحد بإمكانه أن يوقف شعبا في طريقه إلى الحرية. لا محاولات النظام استخدام القمع أو استخدام مناورات وأكاذيب وتغليطات من شأنها أن توقف شعب الجزائر في مسيرته نحو التحرر بإمكانها أن تنجح. فالشعب الجزائري اليوم أدرك كل الإدراك أن طريق الحرية آت وأن النصر قريب لا محالة. في الجمعة 50 كانت الأعين مركزة نحو مدينة تيهرت، مدينة تيهرت، مدينة ابن خلدون التي عرفت قمعا رهيبا منذ 4 جمع، إلا أن في هذه الجمعة تمكن سكانها من كسر الحصار وتمكنوا من السير والقيام بمسيرات سلمية طالبوا من خلالها بتغيير النظام. كذلك شأن تيارت هو شأن كل المدن الأخرى للبلاد من الشمال إلى الجنوب. شاهدنا سكان بشار كيف انتفضوا، سكان أضرار كيف انتفضوا، سكان الصيف وعنابة وسكان العاصمة كلهم صرخوا صرخة رجل واحد وصرخة امرأة واحدة، قالوا لهذا النظام ارحل. واليوم نشاهد إخواننا وأخواتنا بالمهجر بكندا وغيرها من البلدان يقفون وقفة رجل واحد من أجل هدف واحد، ألا وهو تحرير الجزائر من قبضة نظام استبدادي تسلطي شامل ديكتاتوري. أستاذ يوغرت، ربما ذكرت نقطة مهمة جدا البارحة، ربما الحدث الأبرز البارحة هو نجاح بعض المواطنين في كسر الحصار إن صح التعبير في الكثير من المدن مثل كما قلت تيارت، لكن ما نساوش حتى في معسكر وسيدي بلعباس. كيف تفسر هذا الامر؟ النظام يقول ان الحراك فشل، ان الحراك بدا يعيا ويتعب الان،
عوضا من نشوفوا هذا الامر شفنا حاجه اخرى، شفنا الناس يخرجوا بالكثير من المناطق وليس فقط في هذه المناطق، حتى المناطق اللي كان فيها حصار ممنوعين خرجوا ثاني البارحه رغم كل شيء. نعم، النظام الجزائري لا يخرج عن عادته، لا يعلق عن عادته، في كل مرة يحاول أن يوقف كل ما صار من شأنه أن يغير النظام وأن يخلق جزائر جديدة، أن يبني جزائر ديمقراطية. في هذه المرة زيارة معسكر سيدي بلعباس، في السابق برج بوعريريج، وقبل ذلك قام بقمع القضاة في وهران، قام بقمع الطلبة بالعاصمة. النظام لا يميز بين مدينة وأخرى، لا يميز بين منطقة وأخرى، هو يرى في كل صوت معارض عدو، يرى في كل شعب يناهض سياسته مواطن خير صالح. النظام الجزائري لا يسير الجزائر لصالح الشعب، بل يسير الجزائر ضد الشعب. النظام الجزائري يسير الجزائر ضد الجزائر، هكذا هي طبيعته. لكنه نجح في شيء واحد، ألا وهو وحد الجزائريين من باب الواد إلى الواد، من عنابة إلى تلمسان، وحد الجزائريين ضده، وصار كل الجزائريون يقولون للنظام انتهت صلاحيتك، كفى ارحل. واضح. واستاذ يورغ من فضلك ريح ما يذكر نولي لك. استاذ حميد دراج، كيف تفسر هذا الامر في الوقت اللي النظام كان يتوقع في تعب هذا النظام، هذا الحراك ربما فشله هي الاقل نقص الاعداد؟ احنا البارحه شفنا اولا في الكثير من المناطق خرجوا باقوى من الاسابيع اللي قبل، وليس فقط هذا، حتى في المناطق اللي كان فيها حصار ممنوعين المشي خاصه بعد الانتخابات شفناهم البارحة قصروا هذا الحصار ومشاو يعني ذراع رغم وجود مكثف للأمن. كيف تفسر هذه الظاهرة؟ نعم، إذا كان شفنا الآن المواطنين راحوا يعني عادوا بقوة يعني في المسيرات، لماذا؟ هذا اللي راجع للقناعة الموجودة عند الشعب الجزائري، موجود قناعة لابد من التغيير، الآن الشعب يريد التغيير. أما في خصوص النظام، كل ما النظام ربما لا يتكلم على الجزائر، النظام ربما حقيقة هذا النظام منذ 62 هؤلاء الموجودون في النظام لم يعيشوا مع الجزائريين، هم تخندقوا فقط في نادي صروبر، تخندقوا فقط في الأماكن يعني الممنوعة على الشعب الجزائري، الممنوعة على الشعب الجزائري هي. ولهذا هذا النظام لابد أن نعلم لا يعرف الجزائر العميقة، لا يعرف التفكير تاع الشعب الجزائري. هذا النظام ربما الآن أي واحد منهم تعطيني السؤال كم عدد البلديات في الجزائر، ربما لا يعرف، ربما لا يعرف، لا يعرف بأن في الجزائر هناك 1541 ولاية، ربما لا يعلمون. هؤلاء الآن الهدف تاعهم هو البقاء، يعملون كل ما في يدهم للبقاء، لأن المشكل هؤلاء لا يسيرون كما قال الزميل الجزائر، هؤلاء يسيرون البقاء تاعهم. إذن الآن فهذا ما يتكلمون عنه هو يعني رسالة ليس إلى الشعب الجزائري، أنا الشعب الجزائري نعلم بأننا بكثرة بكثافة كل ثلاثاء كل جمعة، وإنما رسالتهم هي متجهة إلى أسيادهم في الخارج، أسيادهم في الخارج. ورغم لأن هؤلاء الموجودون اليوم في الخارج الذين يساندون هذا النظام من فرنسا، من الولايات المتحدة الأمريكية، مثل الإمارات وغيرها، عندها أهداف اقتصادية، فهالأهداف الاقتصادية هذه ما تقدرش تتحقق مع نظام قوي، مع رجال الوزهاء كي يحكموا البلاد الجزائر، الجزائر تاع غادي إن شاء الله. إذن راهم يشوفوا هذا، عندها هؤلاء في الخارج، هذه البلدان اللي عندها قوة راهي تشوف، لأن الحمد لله اليوم هناك إعلام، هناك قنوات راهي تتكلم مثل المغاربية، هناك مثلا ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، ما بقاش يعني التلفزيون تاع النظام الواحد أو التلفزيون. إذن رغم أن رأوا بأن الشعب الجزائري 50 جمعة يا عجبة 50 جمعة، إذن ولكن أي دولة من هذه الدول جاءت الى جانب الشعب، وانهم الى مع دائما مع الى جانب هذا النظام، لان عندهم اهداف اقتصاديه. وترون في هذه الايام الاخيره كيف يريدون ان يستغلوا كل خيرات الجزائر. لكن استاذ حميد
استاذ حمد هذا رئيس غير شرعي اعطاه الامر فيما يخص الغاز الصخري، رغم ان الشعب الجزائري ضد هذا، وكنا هذا الشعار ضد الغاز الصخري كنا حقا تكلمنا عليه بزاف البارح في المسيرات. لكن استاذ حميد السؤال تاعي انا حبيت نفهم لماذا هذا التفاوت، لان انا كنت مع نجمع جميع الفيديوهات نحاول ندير حوصله في جميع الولايات، لكن شفت ان الولايه الاسبوع الماضي غدا يعني البارحه الجمعه 50 كانت اكبر من الجمعات اللي كانت قبل. انا حبيت نفهم لماذا هذا التفاوت، جمعه كان استنى ربما مع الوقت تنقص الاعداد، لكن فجاه البارحه انا شفت الاعداد كانت اكبر بكثير مقارنه بالجمعه اللي فاتت. نعم، لماذا؟ لان الان الشعب راه واعي، يعلم بان ليس هناك تغيير. التغيير ما هو؟ التغيير ان كان هناك رئيس مريض ما يقدرش يتكلم، الان السلطه الفعليه التي تتكون من الجنرالات عندها رئيس راه يتكلم فقط، ولكن هو دميه وغير شرعي. ونعلم جميعا هذا الراي هذا حتى ليس له حتى كفاءه، حتى كفاءه يعني والله يعني واحد يقول الحقيقه ما عندوش حتى على في المستوى الشخصي، يعني شخصيا ما عندوش كفاءه باش يصبح رئيس جمهوريه، ما عندوش كفاءه. شفنا مثلا عندما كان يتكلم مع اشباه الصحفيين تاع القنوات نتاعهم على كل حال تاع اليتيمه والنهار وغيرها، عندما كان يتكلم ما عندوش كاريزما تاع رئيس جمهوريه. الانسان يقول الحقيقه، هذه اول، هذه يعني دفعت الشعب الى العوده بقوه الى ما يخص الى الحراك. ثانيا هناك استفزازات، لو كان هؤلاء لو كان عطوا للشعب قيمه، الشعب راه في حراك منذ شهور قرب عام، وكان جو السياسيين حقيقه عندهم يعني راهم رجال سياسيين، ماذا يفعل؟ لابد في هذه المرحله ان لا نستفز الشعب، ولكن ماذا يفعلوا؟ راهم يستفزوا الشعب، اولا الضرائب، زياده في الضرائب، زياده في الاسعار، البطاله، رانا نشوف كل حتى ما كاش حتى مسابقات، مثلا فتح مسابقات للتشغيل، نشوفوا مثلا استفزاز بما يخص الغاز الصخري والغاز. نحن نعلم ليس فقط السكان الموجودون في الجنوب اللي ضد هذا الشيء، وانما نحن كلنا كجزائريين رانا ضد هذا، لعلم بان هو امر من اسياده من الخارج، من فرنسا، من امريكا. هذه فرنسا التي نقول لها اترك الجزائر من فضلك، لان هذه فرنسا اليوم تريد بقاء هذه التهمه الضعيفه، ضعفاء شخصيا، ضعفاء سياسيا، ضعفاء اقتصاديا، ضعفاء قرداء، ما عندهمش كفاءه. ما اذا هذه الرادعه تستغلها القوات الاجنبيه حتى تستغل الجزائر، تستغل ثروه الجزائر. ونرى اليوم ماذا نراه عندما جاء هذا الرئيس غير شرعي؟ يا عجب، في الجزائر 2020، في الجزائر القرن 21، ان طوابر على وش؟ على شكار تحليب، طوابر تقول كاننا في حرب، تقول كاننا في كاش دوله ما عندهاش كم ثروات. حقيقه عجائب وعجائب وعجائب. جيد. ولهذا الحراك سيزداد، هذه الاشياء كلها دفعت الى البقاء بلا بقاء وعودة الحراك بقوة، والحراك سيبقى بقوة حتى يذهب هذا الرئيس غير شرعي، حتى نبني دولة مدنية وليس عسكرية، لأن إذا كان يريد بناء دولة مدنية لابد من هذه الجنرالات كبرانات فرنسا أن يتركوا السياسة ويتركوا الجزائر لشعبها. أستاذ يوغرت، واش رأيك في هذا؟ ربما نفس السؤال، أنت كأمين وطني لحزب الأفافاس أكيد عندكم أصداء من المناطق أخرى من طرف المناضلين والمسؤولين تاع الحزب، كيف تفسر هذا الظاهرة؟ يعني عودة قوية للحراك بعدما ربما أنا كما قلت نشوف الفيديوهات كل جمعة، الجمعة اللي فاتت البارحة كانت أقوى من الجمعة اللي كان قبلها، يعني هل في تفسير؟ ربما رانا قريب لحقول 22 فيفري، دونك الناس يبدأوا الاستعدادات، ولا فيما ربما عندك أسباب أخرى مثل ما قال الأستاذ حميد دراج؟ هناك مسارين منحيين متعاكسين. المنحى الأول أنه النظام يتقهقر يوما بعد يوم، ويثبت يوما بعد يوم عدم قدرته على تسيير بلد بمثل الجزائر. كلمة واحدة للنظام، الجزائر كبيرة عليكم، ارحلوا. من جهة أخرى هناك الوعي الشعبي الذي يتصاعد يوما بعد يوم، والجزائريون يثبتون جدارتهم على بناء الجزائر الجديدة، جزائر الحريات والحقوق،
جزائر العدل والعدالة، جزائر المساواة، دولة القانون والمؤسسات. هذا التناقض يؤدي بنا إلى هذه الحالة من المسيرات التي تتكاثف يوما بعد يوم، ليس فقط أيام الجمعة، أيام الثلاثاء وأيام السبت والأحد بالنسبة للمهجة، لكن هناك مسيرات يومية تقام في مختلف مدن الجزائر، لكن التعتيم الإعلامي عليها يحول دون معرفتنا لكل هذه المسيرات. من جهة أخرى أيضا، لما نشاهد في نفس المنحى المتعاكس، الشعب يرفع من سقف المطالب، يتحدث عن الديمقراطية، عن دولة القانون، عن العدالة الاجتماعية، من جهة أخرى نظام يتحدث عن البطاطا والحليب. هذا يثبت لنا أن الشعب الجزائري هو من طينة العربي بن مهيدي وعلي عمار ومصطفى بن لا، لكن أستاذ يوغر تسمح لي، ربما الكلام البعض يمكن يقولنا يعتبره كخطاب شعبوي، لأن الواقع أن النظام الآن يستقبل رؤساء، يستقبل وزراء خارجية لكثير من البلدان، يروح إلى ألمانيا يستقبل من طرف الكثير من رؤساء البلدان، يلتقي بالوزراء، الوزراء عندهم برامج كما ما يقولون، أن ربما هذا ما يبينش أن النظام يتقهقر كما يقولون. الواقع يظهر لنا أن النظام في رغبته لشراء شرعية لا يكتسبها يقوم برهان مستقبل الجزائر، ويجعل الجزائر عرضة لمن حل ودب. إذا ماذا بين أستاذ يقول طالب سمعنا تقولنا لماذا النظام، كيف تفسر قضية التقهقر؟ هل يمكن تفهمنا لماذا تظن أن النظام يتقهقر الآن؟ حبيت نفهم يعني هذه الكلمة على أي أساس. لما النظام لا يجد حول زبانيته أي أحد من الشخصيات الشابة، من الشخصيات الجديدة، حتى يقوم برسكلة دار العجزة، حتى يقوم برسكلة شخصيات من الأرشيف، هذا يدل على أن النظام فقد حتى زبانيته. لما نرى كل هذه الأعداد من الإسكندال، كل هذه الأعداد يعني في ظرف وجيز، في ظرف زمني وجيز، النظام يقوم بخطأ تلو الآخر، عدة أخطاء، أخطاء في الاتصال، أخطاء في تسيير، في سير الأحداث، الأخطاء في تسيير حتى شكارة حليب، لا هذا كلها مؤشرات على أن النظام غير قادر. يا ناس لما عدد من المؤسسات الاستراتيجية تغلق أبوابها في ظرف يومين أو ثلاثة أيام، هذا دليل على أن النظام ليس له رؤية استراتيجية للجزائر. كل هذه مؤشرات. لما النظام من جهة يقول بأن الثورة الشعبية السلمية انتهت، ومن جهة أخرى تقول أنه تم القبض على إرهابي كان يحاول نصف الحزام في مسيرات السلمية، هذا يدل على تناقض بسيط، هذا أمر بسيط يدل على تناقض النظام. تصريحات اليوم النظام بالنسبة لتصريحات الرئيس التركي تدل على أنه النظام ليس له رؤية، ليس له سياسة خارجية. كل هذه مؤشرات على أن النظام في تقهقر مستمر. جيد أستاذ أبو يوغر، من فضلك كريح معي من بوسعد الآن، معي المحامي والناشطة الحقوقية أستاذة صالحة شاكير. أستاذة صالحة مرحبا بك. الله يسلمك، مرحبا بكم. مرحبا أستاذة، أولا حبيت نسمع القضية، لماذا، كيف تفسرين ظاهرة عودة الحراك أقوى مما كان الجمعات اللي قبل؟ البعض يقول أن النظام مع فرض الأمر الواقع كان من المتوقع على كل حال باش ينقص الحراك، باش ينقص الأعداد. حنا لا، الجمعة اللي فاتت أنا لاحظت شخصيا أن فيه الكثير من المسيرات أقوى من مما كانت قبل، ليس فقط هذا، حتى بعض الولايات مثل تيارت سيدي بلعباس ومعسكر اللي كان فيه حصار أمني شديد الأسابيع الماضية ومنعوا في المسيرات، البارحة كسروا هذا الحراك ومشاو. كيف تفسرين هذه الظاهرة يعني؟ السلام عليكم، تحية لكل من قناة المغاربية وقناة الأوراق على دعمهم للشعب الجزائري،
وتحية كبيرة لكل أحرار الجزائر أينما كانوا حيثما وجدوا. حبيت نقول أنه الجمعة 50 هي آخر جمعة آخر جمعة للعام، يعني هذا 11 قفلة 11 باش ندخلوا في العام 12 من الحراك الوطني. هذه الجمعة عرفت مشاركة قوية واستفاقة جماعية في معظم الولايات والحمد لله. هذا كله بسبب غباء وعدم كفاءة النظام، النظام الذي أضعفه الحراك سياسيا، أضعفه حقوقيا، أضعفه محليا، أضعفه إقليميا. هذا كله بفضل الحراك الذي كسر حاجز الخوف وكسر العقد والتفكير الانهزامي الذي غرسه النظام في المجتمع الجزائري إلى حد اليوم. الحمد لله الجمعة 50 عرفت مشاركة قوية واستفاقة في كل الولايات، إذا ما قلتش كل المناطق، لأنه لاحظنا مسيرات حتى في الدشور، حتى في الأرياف، حتى في بقع جغرافية صغيرة خرجت الناس ساند في الحراكيين المرابطين منذ 22 فبراير ورجعت للشارع، لأنها أدركت أن كل الوعود اللي كان يتغنى بها النظام قبل 12-12 كلها كذب وافتراء واستفزاز واستخفاف بالشعب الجزائري. على هذا خلاص الشعب اليوم فاق وقدم في الجمعة 50 رسائل للمنظومة الحكم من جهة وللمجتمع المدني من جهة، لأن الأشياء اللي حدثت قبل الجمعة 50، الإدعاء بالتفجير بإرهابي يحاول أن يفجر نفسه وينتحر وسط الحراكيين، الإدعاء بداوة منطقة القبائل للسيد تبون لزيارتها وهذا عار عليهم، زيارة تبون للعسكر ومقابلته لشخصية علي هارون، كل هذا غباء، كل هذا فراغ عقلي قانوني وسياسي يعاني منه النظام. النظام لم يظهر لحد اليوم كفاءته السياسية والقانونية. النظام نظام مصالح، نظام تعمر الجيوب وفقط. النظام يغيب الشعب ولا يرى أمامه ولا وراءه إلا مصلحته الضيقة والمصالح التي يعمل عليها ويحافظ عليها، وهي المصالح تحت الطاولة، مصالح حلفائه من الخارج. ولا هذا كما أنه الجمعة هذه الجمعة 50 عرف التضييق الشديد من حيث انتشار مكثف للأمن خاصة بالعاصمة، تشديد أمني كبير في بعض الولايات أيضا، تخويف، اعتقالات هنا وهناك خارج العاصمة كاين اعتقالات، يعني هذا كله يحصر الحراك في نظر النظام، ولكن في الحقيقة يزيد يقوي الحراك ويزيد قوة التحدي ويزيد الزخم ويزيد الإصرار ويزيد العزيمة. وخلاص الشعب الجزائري أصر على أنه لا تراجع ولا استسلام حتى يبني جزائره الجديدة. وكما أنه تلك الزيارات كامل أوعت الشعب بأن عليه الحذر، لأن هناك ما يحاك له في الخفاء لضرب الحراك في المسيرات القادمة. وعلى هذا فهو يفكر في أشياء كثيرة إن شاء الله رايحين نطرقوا لها إذا كان النقاش مفتوح وإذا سمحت الفرصة أن نطرقوا لهذه الأشياء كامل. لهذا نقول أن هذه الجمعة 50 أعطت درسا للنظام ودرسا للمجتمع المدني الذي لم يدرك بعد بأن الشعب الجزائري حقق استحقاقا تاريخيا لا بد من الالتفات إليه والأخذ به واستغلاله قبل فوات الأوان. الحراك أنشأ مجتمعا سياسيا ذو وعي خارق، لا يمكن لأحد أن يكسر وعيه أو أن يعيده إلى زمن الظلمات. سيد الشكر من فضلك، سيد الشكر من فضلك ريح ما دوك نولي لك. أستاذ يوغر تاني هذه القضية، هذه الصورة اللي مديتها أنا أنت والضيوف الكرام، ربما واحد آخر يقول لك في هذه الظروف رغم أن الجزائريون هم يخرجوا بالملايين في جميع المناطق، لكن هذا ما مناش أن بعض الأحزاب تحاوروا مع الرئيس تبون، وبعض الأحزاب يقول لك حان الوقت الآن لمحاولة مفاوضة النظام لإيجاد حل لهذه الأزمة، وبعض الأحزاب وبعض الشخصيات يقول لك ربما حان الوقت لمحاولة خرج ممثلين أو تأطير هذا الحراك، لأن هذا الطريقة ربما لا طريقة ماشي طريقة اللي يمكن تدي إلى
جزائر جديدة، ولكن واش رايك في هذا الكلام؟ السلطة ألفتنا منذ الاستقلال أن كل الحوارات التي أجرتها هي تشبه حوار الذئب مع ذيله. كل الحوارات التي أجرتها السلطة ليس من هدفها إلا الإبقاء على النظام، ولكن السياسة هي فن الممكن. السياسة لا يوجد أي حزب سياسي أو شخصية سياسية تنبذ الحوار كوسيلة إلى الوصول إلى نتائج توافقية. شاهدنا يوم أن قام الجزائريون بالحوار في عقد روما، أين كان حاضر أنذاك أحمد مهري رحمهم الله، ومهري هي ذكرى وفاته، كيف اتهمهم النظام بالخونة، أكلت الجيفة والمرتزقة. اليوم المعادلة بسيطة جدا، يا إما يكون الحوار حول الانتقال الديمقراطي والدخول في جزائر جديدة في الجمهورية الثانية، إما تقوم السلطة بحوار هي وزبانيتها، هي وعملائها، هي وأصدقائها، هي وجيرانها، هي وأحبابها. هذا شيء، لكن لا يمنع من التقاء الأحزاب، الشخصيات، ممثلي المجتمع المدني، النشطاء فيها في الثورة حول طاولة واحدة من أجل إعداد أرضية توافقية لجزائر الغد. النظام لا يريد ذلك، ورأينا كيف أنه منع العقد البديل الديمقراطي من اجتماع، من جلسات، من عقد جلسات، ارتأوا إلى أن يلتقوا في مقر حزب. لا، النظام اليوم لا يهمه الحوار الجاد، الحوار السيد، لكن ما يهمه هو إضفاء الشرعية التي يفتقدها. ولا وربما واحد أستاذ يقول، ربما واحد يقول هذا دليل أن النظام يحس أنه قوي ولا يحتاج إلى هذا الحراك ولا يحتاج إلى حوار جاد، وهو يضيع الوقت حتى ربما لأغراض ما. وش رأيك في هذا الكلام؟ أي نظام قوي وهو الذي يقول له الجزائريون كل يوم ارحل؟ أي نظام قوي وهو الذي لا يجد مع من يتكلم من الشخصيات النزيهة، من الشخصيات المستقلة، من الأحزاب التي فرضت نفسها، التي لها رصيد في النضال السياسي الديمقراطي؟ أي نظام قوي؟ نظام يقمع الجزائريين. أين نظام قوي؟ نظام يسجن الطلبة، يسجن الصحفيين، يسجن المحامين، يسجن حتى السياسيين. أي نظام قوي هذا؟ إذا كان النظام الذي يستخدم القوة هو النظام القوي، نحن نسميه في مصطلحنا نظام شمولي استبدادي ديكتاتوري. حميد دراج، واش رايك في هذا الكلام؟ خاصة والأستاذ أبو يوكر تتكلم على قضية البديل الديمقراطي وبعض نشاط بعض الأحزاب السياسية في هذا التوقيت، هل هذا النشاط يفيد الحراك ربما في تأطيره ومساعدته لمواصلة الحراك أقوى، أو واحد أخر يقول لك لا، لا نحتاج إلى هذا النشاط، بل هذا مثل هذا النشاط يخلق بلبلة داخل الحراك؟ وش رأيك؟ أولا فيما يخص الحوار كل يوم جمعة كاين حوار. هاي المطالب بين المطالب ما هي؟ المطالب إقامة دولة مدنية ليس دولة عسكرية. المطلب الأساسي هذا هو. إذن كل جمعة هو حوار، كل جمعة، لأن المسيرة هي مسيرة سلمية، هي مسيرة حتى سموها يعني ب يعني الربيع الورود أو المهم، يعني معناها هذه المسيرة هي مسيرة سلمية. إذن هو حوار، هناك مطالب، هذه المطالب لابد من هذه العصابة. أنا لا أسميه نظام، لأن عندما تسميه نظام راك عطيت له قيمة، هو ليس بنظام، هذه عبارة عن عصابة تريد أن تبقى على رأس الدولة، وبقاها على رأس الدولة هو خدمة لمصالح أجنبية ضد الشعب الجزائري. ما يخص الحوار، كل جمعة موجود، إذا كان غدا إن شاء الله يكون حوار، نحن أنا كمواطن لا أتكلم باسم الشعب ولكن أعطي رأيي كمواطن،
في رايي هو تكون هناك مفاوضات. مفاوضات ما هي؟ كيفيه ترك السلطه للشعب، كيفيه يعني رجوع ارجاع العسكر الى الثكنة. كيفاش يعني العسكر يطبقوا راح يطبقوا الدستور الذي هم اللي عملوا الدستور هذا؟ معناه لابد ان يطبقوا المواد الموجوده في الدستور. هذا الدستور كانوا يدافعوا عليه عندما كان الجيش صراحه يرحمه ربي. دونك راكم تدافعوا على هذا الدستور، طبقوا هذا الدستور، ارجاع العسكر الى الثكنة. لأن الجزائر اليوم اذا كان نريد بناء دوله ديمقراطيه، اذا كان نريد بناء دوله الشعب، دوله عداله، لا بد من بناء دولة مدنية. ها هو يعني المشكل في بلادنا. فهذا النظام يقوم بخطاب رغم أنه رئيس غير شرعي، يستطيع أن يقوم بخطاب ويحاول كيفية التفاوض مع الحراك. قلت مع الحراك وليس مع الأحزاب السياسية، لأن لا بد أن نتكلم بالحقيقة. منذ 20 سنة الأحزاب السياسية كانت تشارك في برلمان العصابات، الأحزاب السياسية كانت في برلمان العصابات، والجزائر كانت فيها الحراقة، الجزائر كانت فيها الكوليرا، الجزائر كان يسجد فيها الصحفيين، يسجد فيها المناضلين، النشطاء السياسيين، كهناك من توفوا داخل السجون، ولكن هذه الأحزاب لم تتكلم ولم تقوم، ما كانوش يقوموا حتى بالديكلاراسيون يعني في الصحافة. معناه أن هناك بعض أشباه الأحزاب يريدون التموقع. لماذا؟ لأن اليوم إذا كان اليوم رأى ضد هذا النظام، لا بد علينا أن كذلك أن نطالب باش ما تكونش امتيازات في السياسة حتى نطرد، لأن عندما قلنا هذا النظام سلاحه وكاع، لا بد كذلك الانتهازيين لازم سلاحه وكاع. هناك بعض الأحزاب عندهم نواب في البرلمان، راهو في البرلمان. إذا كان ما استقلتش في الوقت مثل هذا، عندما الشعب كل جمعة كل ثلاثة يخرج ويقول نريد بناء دولة ديمقراطية، بناء دولة عدل، وانت عندك نواب وموجودين في البرلمان، وما واش البرلمان؟ برلمان غير شرعي، برلمان مزيف. وبعض النواب الجمعة يجروا، تشوفهم يجروا الكاميرا باش يتكلم، يقول لك يتنحى وكاع، ما على بالوش باللي هو الناس يتنحى. ها هو المشكل وراه. إذا كان حقيقة اليوم المناضل الحقيقي ليس في الشعارات، ليس في الكلام، وهو تكلم على حسين أحمد الله يرحمه، على مهري الله يرحمه، هاهم لك ريفيرونس، هذو لازم ما نتكلموش فقط على حسين أحمد بالكلام ولا مهري، لازم تبعوا واش كانوا يعملوا، لازم تطبقوا واش كانوا يعملوا، الأعمال هي الصح وليست الشعارات أو الكلام. إذن الحراك اليوم إذا كان غدوة هناك مفاوضات، هناك أحياء، هناك قرى، هناك مدن، هناك يخرجوا ناس من الحراك الذين كانوا منذ 22 فبراير الى اليوم في معناه الشعب هو الذي يضع ثقه في اشخاص يعني يكونوا نزهاء ما يكونش فيهم رائحه انتهازيه، هم الذين يعملون على كيفيه ايجاد الحل. ولكن الحل عندما اقول الحل، نحن لسنا في ازمه، الازمه يعيشها النظام. انا شخصيا كمواطن جزائري منذ 22 فبراير وحسيت بنفسي باني جزائري، ولكن قبل 22 فبراير ما كنتش احس باني جزائري، كنت احس بانني لست جزائري. لماذا؟ لان كنا في نظام فيه حقره، فيه كل الافات. وفي 22 فبراير هنا حسينا بالحريه، لان الشعب يطالب بحقوقه، يطالب بتغيير الجذري. فنحن الان لسنا في ازمه، وانما نحاول فقط كيفاش ذهاب هذا النظام. التفاوض هو كيفية ذهاب هذه العصابة وترك الجزائر وترك البلاد لشعبها. جيد. سيدة شكير، أنت تكلمت على قضية المجتمع المدني، واستاذ حميد دراج تكلم على الأحزاب السياسية. فيه ظاهرة الكثير من المراقبون كان الحراك الآن تعدى ليس فقط النظام ولكن حتى الأحزاب السياسية والنخب التي تسمى بالنخب. والآن الثقة انقطعت ليس فقط بين الحاكم والمحكوم ولكن حتى بين الشعب أو الحراك ومع الطبقة السياسية التقليدية. واش رأيك؟ في الحقيقة الشيء اللي راك تقوله صحيح، لأنه الحراك قريب يبلغ السنة الأولى من عمره، وهو يناشد وكان يحث كل من السلطة والمجتمع المدني باستغلال هذه الفرصة، هذه النهضة التي وقعت في الجزائر بالنسبة للنظام من أجل الانسحاب من الحكم لأنه أثبت عدم كفاءته، وبالنسبة للمجتمع المدني أعطاه فرصة التوبة
وفرصة مراجعة نفسه واستدراك ما فاته وإعادة المعارضة إلى حقيقتها وجديتها. ولكن لحد الآن ما شفنا والو من هذا المجتمع المدني، كلهم يركبون الموجة أو يمسكون العصا من الوسط أو يترقبون وينتظرون في شكل محايدة. وظروف اليوم تقول لا لمن يحايد، لا لمن يركب الموجة، لا لمن يعمل بوجهين من هنا وهناك. نريد أحرارا، نزهاء، شرفاء، أكفاء، يعرفون التصرف ويخافون على الجزائر والجزائريين ويقدمون النفس والنفس من أجل الشعب والجزائر. لكن أستاذة شكيلة، يعني حتى الآن هذه الأحزاب يقولك هم يحاولوا في اجتماعات، في جلسات البيان عين بنيان البديل الديمقراطي، هم يحاولوا بلورة مطالب الشعب الجزائري في مطالب أو في خريطة طريق سياسية، لكن الظاهر أن ربما حتى الحراك ما هوش معني بهذه المبادرات. هل تظنين أن هذا صحيح، أن الحراك مش معني، عنده مش حدث، ليس حدث الاجتهادات الأحزاب وأنه يطالب شيء آخر؟ بالعكس، الحراك هو معني بكل الأعمال والتجمعات والندوات الميدانية السياسية والقانونية وحتى الاجتماعية اللي يقوم بها أي جزائري في أي مكان وفي أي زمن. فقط الشيء اللي ينقص هذا، ربما على حسب وجهة نظري، الشيء اللي ينقص هذه التجمعات وهذه الندوات وهذا أنها غير متكاملة، لأنه إحنا نطلب الديمقراطية ونعمل من أجل تكريس الديمقراطية، والديمقراطية تقول لا للإيديولوجيات، لا للتفرقة، لا لازم نبعدوا كل هذا الاشكال تاع الصراع وكل هذا الجهويه والايديولوجيه واللغه وهذه الامور. هذه الجزئيات كل لازم نتجاوزوها ونتفقوا على اشياء كليه، والكليات هي المطالب الشرعيه اللي يطالب بها الحراك. ما نقولوش هذا علماني وهذا لائكي وهذا اسلامي وهذا تابع للنظام وهذا. لازم كلنا لازم نوسعوا قلوبنا ونوسعوا صدورنا ونوسعوا عقولنا ونتقبلوا كل هؤلاء الجزائريين، تقبلهم كلهم الجزائر كما الأم لتقبل كل أولادها، الشقي والهادئ. على هذا لازم، وكامل نقدموا أفكارنا وكامل نقدموا أطروحاتنا ونقدموا اقتراحاتنا، وبعد الحراك يغربل الحراك ويختار الأنسب والأمثل وهو كف لكل هذا. هذا هو اللي يخص الندوات الحالية، الندوة اللي تحط شروط تقول لك هاي شروطي، إذا تقبل بشروطي هذه أرواح مرحبا بك تجتمع معايا، وإذا ما تقبلش بهذه الشروط لا. من المفروض الحوار الشعب فيما بينه، ما نحطولوش شروط، ما نحطولوش عقبات، ما نحطولو ولا شيء. الحوار مفتوح منفتح على كل الفئات، على كل التيارات، على كل الإيديولوجيات، على كل الفوارق العرقية المذاهبية، كلها كما الثورة جمعت كل هذا. هذه الثورة الجديدة التي لم تدرس بعد ولم يعرفها تاريخ العالم بعد، لازم هكذا تكون ندواتنا، تكون جديدة، نبتعد كاع على هذه العقلية القديمة وهذا التنظير القديم، ونبدأ نفكر بشكل حديث وجاد وجدي ويجمع كل أطياف الشعب الجزائري حول الكليات اللي هي مطالب الشعب اللي يطالب فيها منذ 22 فبراير إلى اليوم، وهي مطالب كما راني سمعت زملائي دخلوا على التحاور كامل. أنا ما نحاورش على جال مطالب شرعية قانونية، راني نقولها كل يوم جمعة وثلاثاء، راني شبهتها في بعض تدخلاتي بالرضيع الذي يولد ويطلب من أبيه أن يحاوره إن كان حيحضر له الحليب ولا لا. لا، الرضيع ولد لازم عليك انت تجيب له الحليب. هذه لازم على الدولة تجسد هذا المطالب بشكل آلي وفوري، لا تستدعي أي حوار. مطالبة السلطة بالحوار مع الممثلين الحقيقيين هو حل لغز يدور في فكر العسكر، لأنه يدرك الحراك لكنه لا يدرك من يقف وراء الحراك. هذا ما جعله مشوش ذهنيا وليست له رؤية ولا يملك الحلول. كل حلولهم آنية وسريعة وترقيعية وفئوية، لم ترقى بعد لمطالب الشعب الراقية
القانونية السامية التي تكرس لاسترجاع السيادة والشرعية التي سلبت منه منذ 62. على هذا المجتمع المدني ما زال عنده الوقت، وعليه أن يتوب وأن يثبت وجوده بالأطروحات السياسية والقانونية والحلول، ويقدمها للشعب هذا اللي راه ينتظر منه الكثير ويرحب به في أي وقت. أستاذ شكرا من فضلك، مهم جدا، سوف أعود إليك حتى نفهم كيف يمكن تكريس أو كيف يمكن تطبيق ما يطالبه الشعب الجزائري بدون مفاوضات وبدون حوار. ذلك نولي لك أستاذ عبويا قرط، هل أنت تتفهم انتقادات بعض المواطنين فيما يخص نشاط بعض الأحزاب، كل حزب أو كل تجمع بعض الأحزاب يقولك عندي شروط، إما تجي معايا بهذه الشروط وإما دي تجمع واحد آخر، وهذا ربما لا يحقق مطالب الشعب في الوحدة. الآن منذ 22 فبراير شفنا الجزائريين ما في المسيرات، لا مبقى لا إسلامي لا علماني لا وطني لا ديمقراطي، كلهم جزائريون يمشوا بيد في يد ويمشوا بنفس المطالب بنفس الشعارات. هل تتفاهم الانتقادات اللي كانت خاصة اجتماعاتكم الماضي اللي كان فيه بعض التصريحات تفرق بين الجزائريين وتخلق فتنة بين طوائف بين مجموعات الجزائر على سبيل المثال الإسلاميين ولا مش الإسلاميين، وش رأيك في هذا الكلام؟ أولا الجزائريون يعلمون ما هي الأحزاب التي منذ نشأتها وهي تناضل من أجل الجزائر التي يناضل من أجلها اليوم الشارع، وما هي الأحزاب التي خانت الجزائريين في مرحلة من مراحل التاريخ الجزائري بعد الاستقلال. ثانيا يجب أن نضع الأمور في سياقها. نحن أمام نظام يختزل الممارسة السياسية في الاقتراع كل 5 سنوات، ويغلق الفضاء السياسي والفضاء الإعلامي، بل أكثر من ذلك يسجن حتى المناضلين السياسيين على غرار محمد بابا نجار مناضل الأسفاد المسجون منذ عدة سنوات بسبب مواقفه السياسية. هل يعلم الجزائريون والجزائريات أن مناضلين سياسيين خرجوا يوم 20 فبراير يومين قبل المسيرات في العاصمة، قاموا بتوزيع منشورات ضد المهزلة الانتخابية للعهد الخامسة، وتقل من بينهم 3 مناضلين شباب طلبة جامعيين. أمام هذا الوضع كان بعض الأحزاب أن قامت بواجبها من حيث التنديد ومن حيث الممارسة الجوارية ومن حيث النشاط السياسي أمام المواطنين، بينما بعض الأحزاب الأخرى قامت وضعت رجلا هنا ورجلا هناك. اليوم الشارع يحتضن الأحزاب التي كانت معه، بينما يقوم بالغربلة ويصف الأحزاب الأخرى بأنها أحزاب النظام. ثانيا بالنسبة للصراعات الإيديولوجية، هناك على غرار ما قام به أيت أحمد ومهري رحمهم الله وما قام به عبان رمضان رحمه الله في الثورة التحريرية، أن وضع جانبا كل الصراعات الإيديولوجية وحقق إجماعا من أجل الجزائر المستقلة. اليوم هدفنا هو الإجماع، إعادة بناء إجماع بعيدا عن الصراعات الإيديولوجية. ما يوحدنا اليوم أكبر مما يفرقنا، ما يوحدنا هو الدولة الديمقراطية، هو إعادة السلطة للشعب. خلال جلسات العقد البديل الديمقراطي تم منح الكلمة للطلبة، تم منح الكلمة للذين يسيرون كل جمعة، للنشطاء، للفاعلين في المجتمع المدني، للفاعلين الجمعويين، لمناضلي حقوق الإنسان، كلهم قدموا اقتراحات تنصب حول هذا الموضوع، ألا وهو الانتقال الديمقراطي وبناء جزائر حرة ديمقراطية اجتماعية.
نحن نؤمن بأن كل جزائري له الحق في أن يكون معنا، في أن يكون من بيننا، في أن نتحدث معه، أن نتحاور معه حول الديمقراطية، حول الانتقال الديمقراطي، حول تغيير النظام من نظام استبدادي شمولي إلى نظام يمنح السلطة للشعب ويمنح الكلمة للشعب. أستاذ يغرط، ربما هذا الكلام أكده الكثير من المسؤولين الأحزاب اللي شاركوا في الاجتماعات وفي الجلسات، ولكن في تصريحات خرجت إلى العلن سمعناها في الفيديوهات وفي اليوتيوب وخلق جدل كبير. أولا اللي شاركوا في هذا الاجتماع ما كانش جماعة أطياف المجتمع اللي تمثل جماعة أطياف الحراك، هذا أولا. وثانيا حتى كان تصريحات خطيرة تتهم فئة من الجزائريين أنهم عملاء مع النظام، أنهم لازم نقضوا عليهم كما هما كما النظام، نتكلم مع الإسلاميين. ورغم ربما اختلاف الآراء، لكن الواقع الوقت الآن، هل تظن أنه حان الوقت أو الوقت مليح باش واحد يتكلم القضايا كما هكا؟ وثانية واحدة أخرى، ومشكلة واحدة أخرى أستاذ يغرط، أن من بين اللي شاركوا في الجلسات عندهم أعضاء في البرلمان ما زالوا حتى الآن، يعني الناس اللي يشوفهم من برا يقول هذا ما فهمناش، هل هما ضد ولا مع، عندهم رجلين في البرلمان، عندهم رجلين مع الحراك، هذا اللي يخلق ربما نقص ثقة بين الطرفين. واش رايك؟ أولا أنه جلسات العقل البديل للديمقراطي منحت الكلمة لكل أطياف المجتمع. أنا شخصيا شاهدت تدخلات طلبة جامعة الجزائر، جامعة تيوز وجامعة الأخرى، شاهدت تدخلات ممثلي ولاية قسنطينة، ممثلي ولاية شلف باتنا، كلهم حضروا وكلهم تدخلوا، بل حتى ممثلي الجالية الجزائرية في الخارج قدموا آراءهم واقتراحاتهم، بل ايضا حتى من الكتاب، يعني ليزوتور ليزيكريفا من تدخل، اعطينا الكلمه حتى لرجال الفن والثقافه، واعطيت الكلمه لعائلات المفقودين، واعطيت الكلمه لسجناء الراي الذين تم اطلاق سراحهم، اعطيت الكلمه لممثلي الجمعيات ورابطه حقوق الانسان. هذا من جهه. السؤال الثاني الذي طرحتموه هو حول الاقصاء في اولى. نحن أنا شخصيا أؤمن بأنه حان الوقت أكثر من أي وقت مضى، حان الأوان أكثر من أي وقت مضى من أجل الإجماع. ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا، علينا أن نضع جانبا كل الأشياء التي تفرقنا، علينا أن نضع جانبا الإيديولوجيات. نحن لسنا في زمن الإيديولوجية، نحن في وقت الديمقراطية. لما تكون الديمقراطية ثم نتصارع حول الإيديولوجيات، ثم كل واحد يطرح إيديولوجيته والشعب يحكم، الشعب هو الحاكم، يختار بين الإيديولوجية التي يراها الأنسب لتسير الجزائر. أما اليوم فهناك صراع بين الديمقراطية والديكتاتورية، بين الحرية والاستبداد، بين الحرية والعبودية. بالنسبة للسؤال الثالث، نحن لا يمكن، أنا شخصيا لا يمكن أن أتدخل في خيارات أي حزب من الأحزاب، لكن لما نسمع الشارع يقول حكومة والبرلمان ديجاج ديجاج، هذا رأي الشعب، هذا قول الشعب، هذا صوت الشعب. وسيأتي اليوم، سيأتي يوم أين سترجع الكلمة للشعب شئنا أم أبينا. لكن هذا السؤال، هذا لم يجب السؤال أستاذ يوغرطا. لما تجتمع الأحزاب اللي راهي مع الحراك ولا راهي مع تحرك تمشي مع الحراك منذ 12 فبراير، وتلتقي مع أحزاب ما زالها في البرلمان، فيه ربما فيه تساؤلات، وأنت هل تتفهم هذه التساؤلات؟ لماذا ما زال أحزاب عندها في البرلمان البرلمانيون وهما يدعون أنهما الحراك، والشعب ربما يتساءل لماذا هؤلاء الأحزاب موجودة في هذه الجلسات لتنادي لتغيير شامل وراهي ضد هذا النظام؟ نعم، حتى في 56 57 هناك من الشخصيات من الهيئات من كانت تتعامل مع فرنسا، لكن عبان رمضان لما قام بالإجماع قبل مؤتمر الصومال وضع أولويات، وضع مبادئ أساسية. المبادئ الأساسية هي استقلال الجزائر، هي بناء الجزائر الديمقراطية الاجتماعية، ثم بناء المغرب الديمقراطي للشعوب. اليوم الأولوية هي الإجماع حول البناء الجزائر الديمقراطية، حول الانتقال الديمقراطي وبناء مسار تأسيسي سيد
أما غير ذلك فيمكن مناقشته. نحن الآن في فترة هي فترة جمع كل الآراء والأفكار والالتقاء الأفكار. نحن الآن نبحث عن العوامل المشتركة. العامل المشترك الأصغر هو الجزائر الديمقراطية، ثم تأتي مواطن الاختلاف سيتم مناقشتها في الأطر اللازمة، في الأطر التي تساعد على ذلك. وأنا قلت لكم مسبقا أن الشارع قال كلمته. الشارع يقول حكومة والبرلمان ديجاش ديجاش، الشارع يقول يتنحوا كاع. إذا حكم الشارع على ذلك فلا مفر. جيد أستاذ حميد درج، واش رأيك؟ المهم هو نخلو الاختلافات على جانب ونمشيو الجنب الجنب حتى تحقيق الاهداف. في بعض الاحيان اشخاص يقول لك لا رابور دو فورس، لا ماهيش قضيه رابور دو فورس. قادر انت قادر وحدك تقوم بتغيير شيء ما، ما قلتكش تغير كل شيء في الجزائر، ولكن قادر. لا بد اليوم النظام، ما هو النظام، لا بد تضحي بحاجه عزيزه عليك، لا بد تضحي بالريع. راهو فعلا سقسوها الاولى علاش موجودين في البرلمان، ماهوش موجود على جهة ايديولوجيه او على جهة فكره. يقول لك بقيت في البرلمان باش يعني نديرو جهة سيستم، لا بقى من اجل الريع، من اجل الريع. نزيد على هذا الاخ الفاضل، حبيت اعطي له فكره لاني ما شاركتش في هذا الملتقى هذا، حبيت اعطي له فكره، حبيت نقول له لابد ان نناظر اذا كان يريد حقيقه نحب البلاد. ما كاش امتيازات في السياسه، راك طبيب اصبحت نائب في البرلمان، ما كاش شهريه في الاخر كنائب. السياسة ماهيش مهنة، ما تخبناش عليك باش تصبح غني، هذه يعني وحدة. إذا كان نريد أحزاب سياسية تكون قوية، إذا كان نريد أحزاب سياسية يكون عندها مناضلين تاع حقيقة، مناضلين تاع جو بمبادئ، لا بد نزع الريع. ما تخبناش عليك باش تصبح غني. ويعني أوتر بارونتيز، باسكو ما كاش واحد اللي تخبى عليهم على كل حالة. يعني شوفوا أحزاب المجهرية، كل رؤساء الأحزاب المجهرية هذه راهو في البرلمان، ما على بالناش باش ننتخب عنهم. إذن اليوم نعطي له فكره من المغاربيه، ما جامي سمعت حزب دائما راه يقولها في المغاربيه من 2014، وانا نقول لابد نزعوا امتيازات في السياسه. هذا هو النظام. لا انا باش منك لازم تضحي انت بنفسك، تضحي معناه انت مثلا تضحي بنفسك باش الشعب يعيش، ماشي تروح انت تشد مكان في السياسه، تشد مكان كنائب او كوزير أو كرئيس مجلس الشعبي والبلدي باش تولي غني. لا انت لازم تكون يعني تضحي ولكن باش الشعب يعيش. ها هي السياسه اللي نعرفها انا. اما اذا كان انا كلهم للبرلمان، من هو موجود في البرلمان؟ موجود في البرلمان اشخاص غير معروفين، غير معروفين في عمرهم الا مارسوا السياسه، حتى تلقاه موجود في راس قائمه حزب سياسي. وعلى بالكم كيفاش راحوا كاع تبع حزب، راحوا كاع راحوا وصلوا بالشكاره، راحوا بالشكاره برشو. لان لابد ان اقول الحقيقه، اذا كان احزاب سياسيه تريد ان ترجع الى الشعب ثقه، لان ثقه ما تبناش، ثقه ليس بالكلام، ليس بالشعارات. لابد الشعب يشوف كنت حاجه، ضحيت بحاجه، لازم تكون ضحيت بشيء مادي، تكون ضحيت بشيء. هذا هؤلاء مثلا كنت نائب في البرلمان، كاينين اللي استقلوا من البرلمان، هذوك بارك الله فيهم، بارك الله فيهم، هذوك رجعوا بالثقه. هذا كيكون في الحراك الشعب يقول مرحبا بك، ولكن كاين بعض راهم انا نعرفهم شخصيا راهم موجودين في البرلمان، ويجي كل جمعه يجي وتلقاه يجري الكاميرا باش يتكلم، يقول كنت نحاوكا. لا يا اخي نعينا من النفاق، لان الانتهازيين والمنافقين هم الذين اوصلوا الجزائر الى وصلنا فيه، هم سبب بقاء هذا النظام منذ 58 سنه. لان عندما تبدل العقليات، عندما العقليه تاعنا تكون مبنيه على مبادئ، على قيم، على نوري اريد مثلا ان اصبح نائب او ان اصبح وزير من اجل خدمه الجزائر وليس من اجل خدمه الجيب تاعي ولا او مصالحي الشخصيه، ثم قادرين نغير الاشياء. ولكن بقايا، اذا كان بقات المزايا، اذا كان بقات البريفيلاج، اذا كان بقات اخر اسم الاول في السياسه، ما نجحوش نبقاو وما نقدروش نبنيو الديمقراطيه. لابد الشرط الاول هو حذف ونزع كل امتيازات من السياسه. وزير ليست مهنه، نائب ليست مهنه، رئيس مجلس الشعبي ليس مهنه. هنا عندك منصب من قبل انتخب عليك لخدمه الشعب وليس لخدمه مصالحك الشخصيه. لان انا اقولها بكل صراحه، هذه الاموال التي يستفيدون منها بين قوسين الشهريه انا اراها رشوه وليست شرعيه. ولهذا وانا ادافع، قلت راني ندافع عليها حتى في تجمعات شعبيه وتكلمت عليها في المغاربيه اكثر من مره،
انا باش نملك لازم تضحي انت باش الشعب يعيش وليس لكي تصبح غني جاي. لان رانا نشوف الناس ولاو بالسياسه ولاو اغنياء ومن بعد نزيد نعطي مثال فقط راهو اللي بيان بلاصي في حزب الدعوه شفنا كم نواب عندهم نواب راحوا البرلمان نهار خلصوا 5 سنين هذوك عبروا الجيوب راحوا خرجوا من الحزب خرجوا من الاحزاب السياسيه خرجوا من الاحزاب السياسيه هذه غادروا الاحزاب السياسيه خدعوهم حتى هما لا بد ان الاحزاب السياسيه تختار اشخاص نزهاء ماشي اللي تجي ارواح ماشي عمر برك الفلاس باختيار الاشخاص نزهاء اخص الوطنيين اللي يريدوا الوطن الحقيقيين راه تكلم على حسين يتحمد الله يرحمه على مهر الله يرحمه ما نقارنوش انفس حسين يتحمد ما نقارنوش انفس عبد الرضوان لانه كان عندنا فقط 10 من حسين يتحمد او عبد الرضوان ربي يرحمهم الجزائر ما توصلش لهذا وراه وصلت اليوم حنا نريد الان الافعال وليس الاقوال استاذ شاكر واش رايك في الكلام ربما الان الحراك لا يعترف بالشعارات الغوائيه يريد افعال يريد تضحيات الدليل ان اللي راهم الان في السجون راهم شولسي هما راهم يرفع الصور وهم يرفع اسماءهم في الحراك حتى البعض يقول ربما احنا نسترفع غرب هذو لانهم كانوا في السجون لانهم يضحوا الان الكلام الزايد والشعارات هذه من الصعب باش تقنع بهم الشعب في الحقيقه الشعب الجزائري بعد 22 فبراير شعب واعي جدا اصبح يفرق بين الدوله التي تؤمن بالشعب للسعي إلى سلطة قانونية لبناء دولة الحق والسلطة التي تؤمن بالاستعباد مع تغييب الشعب لتحقيق مصالح ضيقة وخفية تحت الطاولة هذا هو اللي خلى الشعب الجزائري اليوم يفقد الثقة تماما في النظام منذ ولادته إلى اليوم وفي كل أذرعه ومن يتصل معه ومن حتى يحييه تحية سلام من بعيد لم تبقى هناك ثقة بين هذا النظام والشعب الجزائري لأن الشعب قرر القطيعة مع هذا النظام بكل أوجهه وأساليبه وشخصياته وصوره وكل شيء خلاص انتهى كفى زمن الاستعباد والاستبداد لابد من النظام أن يعي بأن شعب الجزائر بعد 22 فبراير غير ذلك الشعب الذي صنعته مناهجه التعليمية والسياسية والقانونية والاجتماعية التي زرعت فيه ثقافة الانهزامية والخوف والذل والاستسلام والمسالمة وتقبل كل شيء انتهى كل هذا الشعب قرر وعزم والحمد لله أنعمه الله بسيرورة مسيرته على وتيرة واحدة وفي زخم واحد وبكلمة واحدة وهي تغيير النظام هذا نظام مبني منذ سنوات وعقود نظام يشبه الأخطبوط عنده أذرع في كل شيء عنده أذرع حتى داخل الأسر الجزائرية داخل الأسرة الصغيرة الجزائرية كاين نظام مستبد على هذا الشعب اليوم خلاص ما بقاش يأمن بهذه الأشياء وراهي مدام وخلاص دخل في الثورة تاعه وعزم وقرر رايح يدخل مرحلة جديدة بعد إقفال السنة الأولى راح يدخل مرحلة جديدة وما بقالوش يزيد يأمن بهذا النظام اللي راهي يتحايل على المطالب تاعه ويميحها ويختزلها في الحليب والبطاطا وما على باليش توزيع أراضي زراعية وقفة رمضان وأشياء من هذا وذا كل منطقة يعطي لها صياغتها كل منطقة يعطي لها سياسة ذر الرماد في عيونها على حسب المنطقة والمجتمع ونسبة الوعي ودرجة الوعي خلاص الشعب قال كلمته كفى 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 ما بقاش هذا النظام باش يستنى والشعب مدرك بأنه هذا النظام ضعيف وضعف بأن هذا النظام مشوش وبأن هذا النظام لا يملك الحلول وفاقد الشيء لا يعطيه بأن هذا النظام مهزوز داخليا وخارجيا ومحليا وتجاوزته الأحداث سواء في الداخل ولا في الخارج هذا النظام اليوم راه مشوش وعلى الحراك استغلال كل هذا استغلال هذه المرحلة الأولى من الحراك اللي بينت لنا كل هذه المكاسب استغلالها أتم الاستغلال والتفكير في حراك الغد حراك ما بعد السنة الأولى ندخل مرحلة واحدة أخرى
مرحلة العمل الميداني، مرحلة التنقل الميداني للناشطين والحراكيين للتواصل فيما بينهم، كسر الطابوهات بين الجهات شمال شرق غرب جنوب، كسر هذاك التعالي تاع الشمال على الجنوب، نخلو الشعب الجنوبي يتعرف على شعب الشمال، نخلو الحوار مفتوح، نخلو الأفكار والأطروحات مفتوحة، نخلو الاقتراحات مفتوحة، هكذا نتعاونوا فيما بعضنا ونتنقلوا ميدانيا، ما نبقاوش ما يقتصرش العمل تاعنا في المسيرة الجمعة وثلاثاء، طول أيام الأسبوع نتنقلوا نتحاوروا نجيبوا أفكار نشوفوا أشكال التصعيد كيفاش تكون ونفكروا في هذا، لأن الثورة السلمية هذه هي ثورة تكميلية للثورة التحريرية لمؤتمر الصمام الذي أفرغ من محتواه ومضامينه السياسية الذي لم يدرسوا لنا فيه إلا تاريخا انعقاده ومكان انعقاده وبعض أعضائه، عطولنا غير الشكلية تاعو بصح ما طولناش المضامين، ما عرفناش محتوى مؤتمر الصمام إلا بعد ما تحرك 22 فبراير، عرفنا التاريخ الحقيقي لثورتنا، عرفنا التاريخ الحقيقي لشخصياتنا الوطنية، عرفنا التاريخ الحقيقي لشهدائنا، عرفنا التاريخ الحقيقي لمجاهدينا، عرفنا التاريخ الحقيقي للشعب الجزائري ما قبل الاستعمار الفرنسي، عرفنا كل هذا، على هذا نحن نستمد من ثوراتنا الشعبية وثورتنا التحريرية إبان الاستعمار الفرنسي، وعلى هذا قرر الحراكيون وقرر كل الشعب الجزائري خاصة بعد ما تأكد أنه ما كاش تغيير بعد 12-12 وأن كل ما كان يقال ويصرح به من النظام مجرد أكاذيب ومجرد تحايل على مطالبه، لذلك اليوم أنعمنا ربي بالوحدة والسلمية والإصرار والانضباط، وعلى هذا لازم نستغلوا كل هذا ونستغلوا هذا الضعف اللي راه يعاني منه النظام، هذا التشويش اللي راه يعاني منه النظام، ونتحملوا الاعتقالات ونتحملوا التضييق ونتحملوا التشديد ونتحملوا كل شيء، لاننا في ثوره وهذا ثوره راه ضد النظام، كلمه نظام وحدها تكفي انك تعرف مدى عمق هذا الثوره، والثورات كلها تحتاج الى الوقت، تحتاج الى الوقت لمواجهه العقبات، وعلى هذا أكدنا بلي النضال مازال طويل، وقرر كل الحراكيين وكل الشعب الجزائري أنه يحافظ على وتيرة الاستمرارية ويخرج الحراك من الروتين تاع الجمعة والثلاثاء، ونبقيو عليهم كمقدسات مسيرة الجمعة والثلاثاء، ونضيفوا أعمال ميدانية في أيام الأسبوع، ونزيدوا مسيرات ومسيرات أخرى نوجهوها ونقسموها إلى جبهات، مسيرات نخصوها لتحرير الإعلام تكون مليونية باش ما تقدرش قبضة الأمن علينا ويكونش التشديد علينا ويكون التضامن والمساندة فيما بيناتنا، مسيرات مليونية إلى الجنوب استغلال قضية الغاز الصخري نعطوها نصابها أنها بيع للسيادة الوطنية، الغاز الصخري الذي فصل فيه الشعب الجزائري في 2014 عاود رجع للواجهة اليوم، على هذا نقول ودخلت فرنسا في 2014 ودخلت أمريكا باش تأخذ حصتها من الغاز، بمدن هناك تدخل فرنسي تدخل أمريكي معناها تدخل أجنبي، كمل الفكرة برك يا أستاذ، تدخل أجنبي، إذا الغاز الصخري هو بيع للسيادة الوطنية، واضح سيدتي، هذا الظرف علينا استغلاله خاصة في الجنوب، علينا العمل ميدانيا، كفانا من التنظير والنقد، لأن المرحلة الأولى من الحراك كشفت عورة النظام، خلاص كشفناه، لازم لنا عمل ميداني يضرب النظام، يضربه في المناطق الحساسة، في الموانئ، في المطارات، في الجنوب، في الإذاعة، في التلفزيون، في القضاء، لازم في كل شيء اللي راه يضرنا، في كل المؤسسات اللي راهم شاديننا بها، على هذا إن شاء الله يا ربي سنحقق سيتكاثف الضغط ونزيدوا نشدوا عليهم الضغط والخناق ونجبروهم على تسليم السلطة للشعب والانسحاب إلى حيث لا رجعة. شكرا الله. شكرا سيدتي صالحة شاكير محامية وناشطة الحقوقية من بوسعادة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. معنا الآن من الجزائر الأكاديمي والخبير الاقتصادي أستاذ دكتور أحمد طرطار. دكتور السلام عليكم، مرحبا بك. مشاهديك مرحبا بك يا أستاذ طرطار. أولا سمعنا للأستاذة سيدة صالحة شاكير كانت تؤكد أن الحراك يحتاج إلى الوقت، وحنا عندنا الوقت الآن قدامنا وإن شاء الله بشوية شوية نحقق الأهداف. البعض الآخر يقول أن ربما النظام ثاني هو تكل على الوقت، ومع الوقت ربما الحراك سوف يفشل وأنه سوف يفرض أمر واقع جديد من طرف النظام.
حسب رايك انت هل الوقت الان لصالح الحراك ما رانا ماشيين بلاقل حتى تحقيق الاهداف او لصالح النظام مع الوقت وتكليف الامر وقمنا عنده؟ اعتقد انه يعني الوقت هو في صالح الحراك اكبر منه في صالح النظام. لماذا؟ لان النظام امامه شبه يعني اعمال لابد عليه ان ينجزها سواء بالضغط من خلال الحراك ولا بضغط بقية المواطنين ولا بضغط القوى السياسية ولا بضغط حتى القوى الخارجية. وأما الحراك فلا ضغط عليه إلا قناعات، وبالتالي سيمرر ويواصل في تتويج هذه القناعات بسلميته المعهودة بطرحه المتميز. وكل ما تطفو على السطح قضية من قضايا يحاول النظام يتناولها، يحاول هذا الحراك بما توفر لديه من إمكانات من بوابات من فضاء أزرق أن يرد عليها وأن يحاول يرشد سلوك النظام بما يؤدي إلى صقل هذا السلوك بمرور الزمن. وبالتالي فالأمر يعني بالنسبة للحراك هو أمر متاح في الزمن ولا يعني يؤثر عليه إذا امتد في الزمن، بل بالعكس سيؤدي إلى يعني تتويج اللحمة بين عناصر الحراك وانتشار أفكار الحراك في كل ربوع الوطن وحتى خارج الوطن من خلال البوابات ومن خلال يعني دور النشر سواء المرئية ولا غير المرئية، سواء المسموعة سواء يعني الإلكترونية. وبالتالي فالحراك لا خوف عليه، هو سوف يمتد في الزمن وسوف يسقل بصورة أو بأخرى سلوك النظام متى ما انحرف أو يعني حاد عن زيادة الصواب أو على الأقل يعني حاولت تأثير عليه بعض يعني الدول ولا بعض المنظمات مثل ما هو جاري الآن في قضية غاز الصخري وغيرها من الأشياء. لكن أستاذ طلطال في نفس الوقت اللي النظام ربما أو يتعامل مع الحراك بمناورات كما يقول الكثيرون، لكن هو في نفس الوقت يحاول ثالث تخزين صح التعبير هذه الأزمة في مشاكل ثنائية ثانوية كما يقول البعض، الحليب، قضية الضرائب، ثاني زاد بزاف الضرائب هذه خلق مشكل في صفوف الكثير من الجزائريين. واش رايك في هذا التكتيك صح التعبير او خلط الطريق تاع النظام محاولة مناورة الحراك، ولكن من جهة اخرى يحب ان يفرض امر واقع وهو ان الجزائر هي ماشية عادي وفيها نشاط حكومي وفيه قرارات كما قلت زيادة في الضرائب ومحاولة حل مشكل الحليب وما يشابه، لكن هذه ليست قضايا استراتيجية أستاذ. الحراك الآن يبني نظام يجدد نظام برمته وبالتالي يستهدف البعد الاستراتيجي. هذه يعني قضايا آنية مرتبطة بحياة الناس اليومية، والحكومة عليها أن يعني تأخذ القرار فيما يتعلق بهذه القضايا شاءت ولا أبت، لأنه تؤثر هذه هؤلاء المواطنين. وبالتالي فلا اذا كان لم يوجد هذا التأثير وتوفير يعني الماكل للناس والمشرب والمأوى والمسكن وغيره والطرقات وغيرها، فبالتالي هذه الحكومه يكون يعني مستقبلها في خطر. اذا الحكومه الان تحاول انها شبه تثير بعض القضايا ربما يعتقدها البعض هذه الشيء، لكن انا اعتقد انها في كل نشاطها، والا لا اصبح يعني وجودها غير ضروري بالنسبه للمواطن. وعلى الاقل تحاول ترضي بقيه المواطنين حتى من خارج الحراك انها فعلا انها تحاول انه تستشعر يعني حاجات الناس وتحاول تلبيها بطريقه او باخرى. لكن في النهايه الحراك هو يعني هو الذي يمسك بزمام الامور بصوره جيده. لماذا؟ لانه يستهدف يعني بناء دولة ديمقراطية في الآفاق المستقبلية. هذه الدولة يعني تساوي بين كل الجزائريين، تمنح الفرص المتساوية المتعارضة المتوافقة بين كل الجزائريين، تعطي الأمل لكل جزائري أنه يدير دفة الحكم في هذا البلد، وكذلك يأخذ المنطلقات يعني الأساسية لهذا البلد اللي هي مقوماته النوفمبرية الباديسية كما رددها الحراك في أكثر من حالة في أكثر من موقع. وبالتالي في الحراك الآن أعتقد أنه في وضعية يعني جيدة للغاية، وما عليه غير أنه كل مرة يحاول أن يبرر وجوده وانتشاره وتوسعه
واستيعاب أكبر قدر ممكن من الجزائريين باتجاه. وش هذا طرطار كخبير اقتصاد البار؟ ربما البعض من أو الكثير من المراقبين والمحللين يصرون أو يتكلمون كثيرا على قضية الصراع بين النظام والحراك، ويتناسوا أو ينسوا أن فيه مشكل آخر سوف يلاقيه النظام، وهو الحالة الاقتصادية. البعض يقول أن الأمور ماشية من السيء للأسوأ، ما باش واش رايك في هذه القضية؟ أكيد، لماذا؟ لأنه الآن الدولة أو الحكومة بصورة يعني أدق هي في سباق مع الزمن، لأنه أمامها يعني نقدر نقول مؤشرات اقتصادية مخيفة للأسف الشديد. هذه المؤشرات عليها أنها تحاول أنها تجد البدائل لها بحيث تستمر في يعني سياستها على منوال أنه يلبي كل أطياف الشعب الجزائري، ولا لما أصبح لا وجود لها. وبالتالي فنقدر نقول المنغصات والمعضلات التي تواجه الحكم هي بالأساس المنغصات الاقتصادية، وما ينعكس عليها من أبعاد اجتماعية وسياسية بصورة أعمق. وبالتالي في البعد الاقتصادي هو ديدا يعني وجود حياة الناس. إذا الآن نحن أمام مشكلة ربما فيما يتعلق باستعمال الصخر الغاز الصخري، وهذه يعني الزوبعة في فنجان اللي أثرها النظام بعد ما تخلى عليها سنة 2014 و15 و16، وهي بالتالي الآن ربما تطفو على السطح من خلالها يعني إشكالية سياسية اجتماعية خاصة لدى يعني سكان الجنوب اللي هم متضررين من هذا الأمر. ثانيا السوق البترولية الآن تم بنوع من التراخي، ولاحظنا لاخر تقرير باللي مستوى الانتاج دنا الى حده الادنى بالنسبه لمنظمه اوبك والمنتجين السفراء، ما هذا سيؤثر في السوق. وعندما يؤثر في السوق لا محاله يكون ايرادنا من دخل المحروقات ضئيل، وعندئذ ستكون الدوله امام معضله توفير الماليه الواجبه سواء للاستثمارات والا حتى لتلبيه مطالب الشعب العامه اللي هي قضيه توريدات المنتجات يعني اللي هي الاستهلاكيه الضروريه بالنسبه للمواطن. وهذا كله في غير صالح الحكومه في الوضع الحالي. على الحكومه انها اولا تحاول ان تجد الميكانيزمات الايجابيه التي تخلق من خلالها فرص نشاط، فرص عمل، تستقطب اكبر قدر ممكن من الاستثمار خاصه الاجنبي بما يؤدي الى نوع من التكامل بين وبين الاستثمار الداخلي، ثم محاوله رفع من مستوى المعيشه، محاوله معالجه مشكله تدني الدينار الى اخره من المعطيات. وبالتالي كلها معضلات في الحقيقه لا تبشر بخير. في ذات الحين الضغط نتاع الحراك موجود ومستمر كل يوم ثلاثاء وكل يوم جمعه. هذه نقطه مهمه، هذه قضيه المعضلات كما تكلمت انت استاذ او دكتور احمد طرطار. هل الحراك يؤثر على هذه الأشياء؟ هل الخروج كل جمعة وكل ثلاثاء يؤثر سلبا على هذه المعضلات ويزداد الأزمة تأزما، أو ربما الحراك ما عندوش تأثير مباشر على الحياة الاقتصادية؟ لا، هو الحراك ليس له تأثير مباشر، لكنه عنده تأثير معنوي، تأثير سياسي، تأثير نقدر نقول دعائي، تأثير إعلامي على حث الحكومة أنها يعني تقوم بواجباتها في حدها الأدنى على الأقل، وتوفير مأكل وملبس ومشرب ومسكن للناس. وإلا زادت يعني لو لم تقوم بهذه الأشياء اللي هي طبيعية بالنسبة للحكومة ستعطي إمكانية أخرى للحراك أنه يزيد يطالب بإسقاط الحكومة كلية، اللي هو من البداية اعتبر بأن هذه الحكومة غير شرعية والانتخابات فيها وعليها وكذا. وبالتالي لم نصل إلى تتويج يعني مطالب الحراك اللي هي بناء دولة ديمقراطية وتمكين الناس من المساواة ومن الحكم وغيره وغيره. إذا زادت أعطتهم هذه الإمكانية فتصبح الحكومة لا دور لها، وبالتالي مآلها السقوط بالطول يعني. لكن أستاذ طرطار، ربما سؤال، ربما هذه الحالة جوابك ربما يأخذنا إلى سؤال آخر. البعض يقول أن باش نأثر على هذا النظام وباش نفرض عليه باش يروح ولا يستمع إلى مطالب الشعب لازم ربما الحراك يؤثر مباشرة على الحياة الاقتصادية، وهذا في إطار تصعيد ما في أيام أخرى أو في إضرابات أخرى. هل تظن أن هذا يمكن تكون طريقة لفرض على النظام أنه
حان الوقت لاستجابة لمطالب الشعب. والله هنا فعلا تطرح إشكالية أخرى أستاذ، هل الحراك هو مستعد للقيام بمثل هكذا إضرابات؟ هل هو ممكن أن يستقطب مثلا النقابات بصورة ولا بأخرى ويفعل فكرة الإضرابات وكذا، ولا بالتالي هذه الإضرابات ربما ستتحول لما لا يحمل عقبات، تحول لعصيان مدني، وهذا ما لا يرغبه لا الحراك ولا يرغبه المواطن ولا يرغبه ربما حتى النظام، وبالتالي ربما التصعيد يعني يكون من خلال طرح الأفكار، طرح البدائل، محاولة ضغط الشارع في يعني إظهار نقائص النظام، في عدم الرضا على هذا النظام، ويبقى دائما من هاجس النظام أنه يحاول على الأقل ترضية ولو نسبية لهذا الحراك، وعنده دم تتحقق مطالب النظام الحراك بالأخرى بصورة يعني على مدى طويل المدى نسبيا. شكرا أستاذ دكتور أحمد طرطال الأكاديمي الخبير الاقتصادي من الجزائر، يعطيك الصحة وبارك الله فيك على هذه المداخلة. معنا الآن من الجزائر الناشط الحقوقي أستاذ رايس راوف. سي راوف السلام عليكم، مرحبا بك. السلام ورحمة الله، أزلت الله ودنا أخويا سليم والكل من الشعب الجزائري متابعين قناة المغاربية، ونشكركم على الدعوة. مرحبا بك أستاذ. أولا قبل ما نطرقوا إلى مسائل اليوم، يعني قضية مستقبل الحراك، خلينا نولي إلى البارحة الجمعة 50. على بال أنت رحت شفت شارك في الحراك في بجاية مع بس ربما المرة الأولى، وكانت عندك انطباعات يعني خاصة فيما يخص الحراك في تلك المنطقة، حكينا شوية. أظن يعني هذه المرة الثانية اللي مشيت فيها في بجاية، المرة الأولى كانت في أيام الصيف يعني قبل الاعتقال تاعي، ولكن هذه المرة لاحظت يعني قوة الحراك في مدينة بجاية والوعي السياسي لسكان مدينة بجاية، يعني شيء رائع، سيتي غرانديوز، لم أرى في حياتي يعني مسيرة بتلك يعني بهذيك لافاسون، لم أرى وجود للشرطة أو الضرب الوطني أو يعني أي عضو يعني من هذه المؤسسات، وشفت باللي كان عندهم تنظيم خاص حيث يمشي مربعات، وكل مربع خاص بال يعني عنده بالمطالب نتاعو، يعني من بينها المطالب الأساسية للحراك، يعني لي زيكولوجيست يمشي وحدهم، دايرين انكاري تاع النساء، دايرين انكاري تاع لي غوشيست تاع الوسطيين، تاع الكاري دو دروات، كاري تاع الجامعيين، تاع الشباب، الكاري تاع الاستاد، يعني سيتي حاجه يعني ما شاء الله، شفت التنظيم رائع، وكي خلصت المسيره يقعدوا كامل في لي طابل يتقهوا ويكملوا الحوار تاعهم ويتناقشوا على الاوضاع السياسيه في يعني في تاع الولايه وتاع كل الجزائر، يعني شيء ما شاء الله. وانا ادعو الجزائريين نقول لهم الا كان عندكم شويه يعني هكذا نهار روحوا ديروا الحراك في الجري، باسكو انا تعلمت بزاف عفايس من عندهم. معلش ربما قضيه الاعلام الوطنيه وابك فيها الذباب وبعض النظام وبعض الاعلام الرسمي يتهم تلك المنطقه ومناطق اخرى قريبه بانها ربما عندها افكار اخرى ليست افكار وطنيه وعندها ربما اتجاهات انفصاليه. على كل حال هذا الكلام يدور في الفيسبوك وفي بعض القنوات، واش رايك انت كي حضرتم كيف شفت يعني قضية هذه؟ انا ادعو هاد الناس ان لا يبقوا وراء يعني وراء جهازهم للهاتف، ولا يبقوا وراء شاشات البروباغندا، ويخرجون ويذهبون الى منطقة بجاية ليرون بام اعينهم. هذا مكان يعني في توسكي اللي يدير. اما اذا كانت هناك حركه هكذا صغيره لبعض الناس، فنحن نتفاهم يعني نفهموا الوضعيه تاعهم، لانهم كرهم هذا السيستم وعندهم بزاف اعوام هما يناضلوا وحدهم في الميدان وتعرضوا للقمع وتعرضوا بزاف حوايج، دونك هادو ما سي اون فورس رياكسيونيل، كي نحيو هذا السيستم هذا اون بلاص كل شيء يدخل يعني تورونترابولورد وكل الشيء يولي المجراه يعني. زيد استاذ راف من الفضل، الاغلبيه 99% فاصل 99 من سكان بجايه
وتلك المناطق يعني شفت بناسيوناليست كما هما مازال. سيد أستاذ رافع من فضلك ريح ما يروح لازم يروحوا إلى فاصل قصير حوالي أقل من دقيقة نعود لمواصلة النقاش. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجدداً إلى هذا الجزء الأخير من حصة اليوم. كما تابعتم في الجزء الأول ما زلنا مع الحراك. الجمعة 50 البارحة كانت ربما عودة قوية لبعض المناطق وكسر حراك في مناطق أخرى. حصار أمني كان موضعة من طرف رجال الأمن في تلك المناطق مثل تيار سيدي بلعباس معسكر هذا على سبيل المثال، لكن البارحة خرجوا رغم كل شيء. هذا ربما يقودنا إلى مستقبل هذا الحراك، ماذا يمكن أن نتوقع في الأيام في الساعات الأسابيع الأشهر الجاية إن شاء الله؟ رانا داخلين السنة الثانية. كما تابعت انتني في الحصة في الجزء الأول كان معي أو معي الآن أستاذ النشر الحقوقي من تيزي وزو الأستاذ حميد دراج، ومن الجزائر النشر الحقوقي أستاذ رئيس رأوف. نبدأ بك يا سي رأوف، نولي لك عفوا فيما يخص قضية الآن، ماذا يمكن أن ننتظر من الحراك في الأيام الأسابيع المقبلة؟ البعض يقول أن ربما حان الوقت لمحاولة تعطير نوعا ما، تعطير أو محاولة إخراج بعض الممثلين حتى نفوض مع هذا النظام، لأن نخليه هكا كل جمعة ما على بالناش وين راه ماشيين. واش رايك في هذا الكلام يعني في هذه الفكرة؟ أولا ماذا ننتظر من الحراك؟ الحراك ننتظر منه غير الخير. ورانا نشوفوا بلي ولايات لقد عادت، العديد من الولايات عادت إلى الشارع للتصعيد، ورانا داخلين كما قلت في العام الثاني، يعني لانيفرسار تاع الحراك راهي قربت. أولا عندنا المسيرة تاع خراطة يوم 16 أفريل إن شاء الله اللي راح تكون بإذن الله مليونية في 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 خراطة، ثم الجمعة 21 فبراير، ثم السبت 22 فبراير، يعني راح يكون هناك تصعيد. ومن غير يعني أنا لا أستبعد أن الشعب الجزائري راح يولي يخرج بالجمعة ويزيد السبت، يعني يجمل هذا أستاذ رأوف كي تكلمت على التصعيد، يعني التصعيد هي زيادة في الأعداد، زيادة في الولايات، أو تصعيد في أشياء أخرى، في استراتيجية جديدة، ولا واش تعني بالتصعيد؟ اولا انا التصعيد اللي نهضر عليه يعني انه راح يزيد العدد تاع المتظاهرين، وراح يزيدوا الايام تاع التظاهر، لانه عام وحنا يعني نخرجوا في سلمية وبمطالب شرعية ومشروعة وقانونية ولم نرى اي شيء. مازال هناك تعتيم في الصحافة، مازال هناك عدالة غير مستقلة، مازال هناك طمع من أفراد الشرطة في بعض المناطق والعاصمة أيضا، يعني ما شفنا والو. حتى بالك حتى هذاك اللي راح فوطا راح يغير رأيه من هذه السلطة وراح يعاود يولي للشارع باش يطلب يطلب بحقوقه المدنية كاملة ومكمولة وغير منقوصة. أما عن تأطير أو يعني كيف شي هاي يحب يعيط له، أنا بالنسبة لي أنا لحد الآن أنا لست مع التأطير أو إخراج ممثلين. بالنسبة لي الإرادة الشعبية تبقى في الحراك، والمطالب واضحة، يعني المطالب راهي مكتوبه ومسموعه ومرئيه من طرف الجميع. علاش نروح ندير انا ممثل باش يطلع يهضر مع السلطه الفعليه؟ السلطه الفعليه على بالها تعرف مطالب الشعب. زيد في كل شيء واضح. فيما يخص هذه قضيه التصعيد وقضيه مسيرات في ايام اخرى، اليوم كانت وقفه من بعض النشطاء تنديدا باعتقال الصحفيين. انا للأسف رانا عايشين في زمن أن الصحافة في البلاد، الإعلام في الجزائر يعني ماهوش يتباع في الأحداث، أو ربما ماهوش مهني بما هو الكفاية كما يقال. على كل حال الكثير من النشطاء تلقى يعني تنديدات وكثيرة من طرف الحراك،
لكن من جهة أخرى كان فيه الآن ما زال صحفيين معتقلين ما زالوا في السجون، وهذه الوقفة ضد الاعتقالات التي تشبه مثلها. هل نشوفوا الفيديو هذيك؟ استدراف وشك في هذا الكلام، يعني فيه تقييد للحريات، وكان فيه ربما حتى كما قال المتدخل في المسيرة أن ربما فيه حتى أوامر من الفوق حتى ما يغطوش هذا الحراك وهذه المسيرة. نعم بطبيعة الحال لا أظن أن مواطن جزائري يعني راه ما راهوش يشوف باللي هذا كاين ملايين تاع الناس في الشارع وما راهوش حيد يشاركهم هذا الثورة السلمية والثورة الابتسامة. من غير المعقول أن كل القنوات الجزائرية كيبدأ الحراك كيشافوا باللي يعني خلاص الشعب خرج بالملايين غطاوا يعني الحراك، ومن بعد نتيجة السلطة الفعلية تدخلت وبدأوا الخطابات يعني اللي يجونا من السكنات تبدل كل شيء. يعني الصحافة ولات ما تغطيش، الصحفي اللي يغطي ولا اللي يدير كاش حاجة كيما عندنا هذاك الصحفي راح لي اسمه اللي راه في 4 شهور دوكا مونضابي بو في السجن، او واحد اخرين يعني خرجوهم من الخدمة وحاوزوهم. دونك اوتوماتيكمون سي حاجة باينة بلي كاين اوامر فوقية راهي تتحكم في السلطة الثالثة. جيد يا استاذ طبيعي ومرئي. استاذ حميد الراج واش رايك في هذا الكلام؟ اولا قبل ما نوليو للاعلام، قضيه مستقبل الحراك وماذا يمكن ان نتوقعه في الاسابيع المقبله قبل 22 فيفري؟ نعم اخي سليم، فيما يخص الحراك باقي، الحراك من جمعه الى جمعه، الحراك يتقوى، الحراك فيه قناعه، الحراك اليوم هؤلاء هذه العصابه عندها امكانيات، عندها اموال، عندها الشرطة، عندها الضرط، عندها إدارة، عندها كل شيء، ولكن نحن كشعب حراك عنده الشعب وعنده القيم، عندنا ما يسمى بالقيم. اليوم الشعب عنده قناعة، اليوم الشعب لأنه 58 سنة تاع العذاب، خاصة 20 سنة الأخيرة تاع عصابة بوتفليقة، كما يقولوا الشعب كوينا من الميزيرية، كوينا من العدالة، كوينا من يعني من كل أساليب القمع، سواء كان قمع جسدي أو كان قمع معنوي. لأن عندما طرحت سؤال الزميل فيما يخص الناحية الاقتصادية، أنا ربما درست اقتصاد، قد ربما نشارك شوية ببعض المعلومات يعني البسيطة. أنا أقول ليس هناك أزمة اقتصادية في الجزائر، في الجزائر هناك أزمة تسيير. الجزائر لأن عندما نرى اليوم ما قامت به العصابة، نرى أن كل الأراضي الفلاحية بنوها راهي ولات كاع بطول. لازم نقول شيء، هذا عندنا خبراء اقتصاديين هذو عندما يتكلموا كأنهم راهوش يتكلموا على الجزائر، كان يعرفوا فقط يتكلمون عن البترول، أوبك يعني كاين لازم نقولوا أشياء راهي موجودة على أرض الواقع. الأراضي الزراعية الفلاحية كاع بنات بنوها الكامل، ما لقيناش الآن واش وين نزرعوا. هذه أول. ثانيا عندما تكون أزمة اقتصادية، علاش موجودة أزمة اقتصادية؟ لأن فيما يخص توزيع الثروة ماهيش موزعة بالعدل. عندما تجد وزير يخدم 6 أشهر من 2060 لليوم، كل وزراء مروا خلوا الخزينة تاع الجزائر يخدم 6 أشهر يدير 100% لحد اليوم. هاو المشكل وراه، واي وزراء والمشكل وراه، واش الوزراء ثالثا
عندما نشوف ما كانش هناك استقلالية تاع ما يخص على السلطات العام. في بعض الأحيان نتكلم نقول ليس هناك استقلال للقضاء، ليس هناك استقلال الإعلام، ليس هناك استقلال البرلمان، حتى ذلك حتى السلطة التنفيذية ما هيش مستقلة. اليوم حنا رانا ندعو حتى على الوزراء باش يكونوا مستقلين، باش يكون عنده، باش يكون ماهوش موظف بسيط. الوزراء لابد، نريد جزائر جديدة غدا عندما يكون واحد وزير ماشي من هب ودب يكون وزير، يكون وزير عنده قيمة تاعو، معناه نصب الوزير عنده قيمة، قادر مثلا يسير القطاع تاعو. الآن هؤلاء الوزراء اليوم، نعطيك برك مثال، اليوم الآن وجود أزمة في مثلا فيما يخص في قطاع التربية. وزير هذا ما يقدرش يتكلم حتى يقولوا له، حتى يمنوا عليه، يقولوا له حاور ولا يقولوا دير شيء، ما يقدرش حتى في القطاع نتاعو ياخذ قرار، ما يقدرش. اذا نريد حتى السلطه التنفيذيه هذه، نريد كذلك نجيبوا لها حريه، لانهم ما همش احرار. اذا الحراك يتواصل، الحراك اقولها بكل صراحه، راني شايف الحراك، نقول بكل صراحه الحراك ما يحبسش، الحراك سيتواصل حتى نبني الدوله الديمقراطيه، حتى تذهب هذه العصابه، وباذن الله ان شاء الله. في بعض الاحيان المواطنين يتقلقوا، ما يلزمش يتقلقوا. علاش؟ لان والله في الصباح كنت نحكي مع واحد المواطن، قلت يا ودي في بعض الاحيان يكون مشكل في جمعيه صغيره، جمعيه ثقافيه او جمعيه اجتماعيه، تحبوا مثلا تلحوا رئيس جمعيه لازم لك شويه وقت، وما بالك بنظام او بعصابه منذ 62 وراه تساند فيها القوى العالميه، امثال فرنسا، امثال الولايات المتحده، امثال الامارات. اذا احنا لابد نصبروا، نصبر. المهم يبقى الحق، المهم الشعب يتوحد، المهم الشعب راه يتوعى، المهم الشعب عنده وعي سياسي، المهم الشعب يمن بقضيه تاعه. معليش نزيدوا النظام، رانا جبنا عاد ان شاء الله 22 فبراير لازم نفكر الان ما واش لازم نقوم به، هو القيام ربما ان شاء الله، لماذا لا، بمسيره كبيره وكبيره جدا في الجزائر العاصمه. هذا يعني رايي شخصي، ان شاء الله هذه الفكره ربما ستكون على ارض الواقع، حتى نقول لها لرب اننا ما زلنا هنا مقتنعين قضية تاعنا هي قضيه عادله، رانا على حق وهم على باطل. فالحراك سيتواصل، والحراك مهما ناور، مهما قام هذا النظام بمناورات، الشعب اليوم يفقه في السياسه، الشعب اليوم يعرف الحقوق تاعو، الشعب اليوم يعرف الواجبات تاعو، الشعب اليوم يعلم باننا نحن الان لسنا لاجئين. عندما تكلمنا عن البطاطا والحليب، هذه حقوق اللاجئين، نحن جزائريين، نحن مواطنين جزائريين، نريد ان نعيش مثل نريد ان نعيش حسب امكانيات تاع بلادنا، بلادنا عندها امكانيات. لانه ما اريد اخي سليم ان اقول للشعب الجزائري، هؤلاء يتكلمون فقط عن البترول، الجزائر ليس لها فقط بترول، الجزائر فيها بترول، الجزائر فيها فوسفات، الجزائر فيها الغاز، الجزائر فيها الذهب، الجزائر فيها كل شيء، الجزائر فيها السياحه، الجزائر فيها فلاحه. لو هذه العصابه لو خلت الارض الصالحه للزراعه وخلوها يعني للفلاحه، لانها ما قاموا به، حتى فرنسا ما قاموش به. فرنسا في الوقت تاعها رغم انه استعمار، رغم انه بلد خارجي، ولكن كان يبني المدن في الجبال. هؤلاء بنوا كل الارض الفلاحيه، هؤلاء جباش كما يقول يسابوطيو البلاد. ولكن اليوم لابد ان نكون الحقيقه، هذيك التحليلات تاع البترول اوبيك اوبيك، هذه كلها متاهات، لابد ان نقول الحقيقه كما هي. وشكرا. شكرا لك صاحبي سي حامد دراج، ناشط حقوقي ميتي زوزو، بارك الله فيك على هذه المداخلة. روحوا الآن كما قلت، كل أسبوع يعني كل نهاية الأسبوع فيه مسيرات في خارج البلاد من طرف الجالية الجزائرية. من لندن عندنا ثاني كانت وقفة اليوم، خلينا نشوفوا جزء منها. كانت هذه وقفة من طرف الجالية الجزائرية في
هنا في لندن عاصمة بريطانيا، روحوا إلى موريال ثاني عاصمة الكيبك في منطقة كندا، كانت فيه وقفة اليوم الأحد، خلينا نشوف وصل اليوم. كانت هذه جزء من وقفة الجالية الجزائرية في موريال. أستاذ رئيس رؤوف، يعني كي تشوف هاك قسما في لندن، قسما في كندا، قسما في باريس، قسما في الكثير من عواصم العالم، كلهم منددين بهذا النظام، يعني ما هي أهمية هذه الصورة للرأي العام الدولي؟ أولا يعني هذا أولا فخر لنا احنا كجزائريين، كي نسمعوا النشيد الوطني تاعنا يدوي في كل تقريبا كل بلدان العالم، ونشوفوا بلي الجزائريين اللي راحوا يعني وقطعوا الكبدة تاعهم ويزون تي اوبليجي باش 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 يروحوا لبلاد واحد اخرى باش يحوشوا على الكرامة، يحوشوا على العمل يعني في الظروف جيدة وغيرها باش يعيشوا لي فامي تاعهم. ثاني تغيبنا عمرنا أصل هاد الناس اللي راحوا هجروا للجزائر راهم هجروهم، ما راحوش من يعني ما راحوش كره من الجزائر. دونك هذه لازم نبريتيزيوها ونحييو ناس الجالية الجزائرية لا دياسبورا بارتو دو الموند يعني في كل أرجاء العالم على مساندتهم للقضية، قضية الجزائر. خاصة أستاذ رؤوف، يعني خاصة الإعلام الدولي هو ثاني فيه تعتيم كبير على الحراك، ربما هذه الوقفات وهذه المسيرات يمكن توصل المعلومة للرأي العام، لأن كي تسمع التلفزيون ولا تسمع النشرات في هذه البلدان ما كانش ما يهضروش بزاف على الحراك. نعم هذا شيء معروف ان لي غوفرنمون تاع هاد لي بي متفاهمين بيناتهم، عندهم صفقات بيناتهم ولا يهمهم شيء اخر، يهمهم الا مصالحهم الشخصيه. وما يبغون سيدير بلي كان يطلع بالك يطلع عن غوفرنمون من الشعب الجزائري راح يتبدلوا صفقات وراح نهضروا معاهم مد لمد وراح تتطور الجزائر، ولا تطورت الجزائر ماشي مريحه لهم، رايحين يخسروا بزاف دراهم ويعرفوا لي بوتونسيال تاع يعني تاع الجزائر واش كاين فيها. خلينا من الثروات الباطنيه وغيرها، لكن الثروات يعني الانسانيه 70% من الشباب وشباب يفكر مليح وعندنا يعني بينوا بلي كاين علماء كبار في العالم. تخيلوا كان يوليوا للجزائر هذوك الناس ويطوروا الجزائر مع الشباب اللي راهو هنا ويتو. دونك سافا شونجي لا دون بوليتيك تاع كامل الباصا ميديترانيا اولا يعني البحر الابيض، الدول المجاوره في البحر الابيض المتوسط الكفه تاع القوه راح تتبدل. اذا سي بور سا ما يحبوش يلفل با الجيري يعني الجزائر تسترجع الهيبه تاعها والسياده تاعها والكفاءات تاعها، سي بور سا ما يوريوش الحراك لانهم عندهم ناس يتعاملوا معاهم هنا في الجزائر كيما يحبوهم يعني من باطحين ليهم 100%. فهمتك. هذه هي. شكرا استاذ رؤوف رئيس ناشط الحقوق من الجزائر، بارك الله فيك على هذه المداخله، ووصلنا الى نهايه الحصه اخيره لتغطيه اليوم، وكالعاده موعدنا يتجدد غدا ان شاء الله عن قناه المغاربيه وتغطيه جديده لحراك فخامه الشعب الجزائري. نقول لكم بقوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله.